قال سفير المملكة المتحدة لدى القاهرة جون كاسن في مقابلة خاصة لأون لايف إن برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية يسير في طريقه الصحيح، مؤكدا ضرورة إتاحة الفرصة لنمو القطاع الخاص خاصة مع ما يسهم به من خلق فرص عمل جديدة. دلوقتي أنا لوان أنه نسيب أجلة القطاع الخاص تنطلق، لأن الاستثمار والقطاع الخاص هو المفتاح للنمو والمفتاح للاقتصاد، فاللي هتخلق 100 مليون فرصة عمل كل يوم، مليون فرصة عمل كل سنة اللي تحتاجها مصر هو القطاع الخاص وهو المستثمرين. فالاستثمار يعني سيولة العملة الصعبة في البنوك المصرية، يعني خلق فرصة عمل، يعني نمو أكثر للاقتصاد المصري. فبريطانيا هتلعب دورها في تعاون مع مصر كشريك رقم واحد للاقتصاد المصري، اللي تستثمر أكثر من ما يقارب 50% من سيولة الاستثمارات من الخارج إلى مصر، وإن شاء الله هنفدل رقم واحد، لأن نشوف دلوقتي جيل جديد من المستثمرين البريطانيين جايين عندنا في زيارات مستمرة. أعتقد أن الخطوات اللي اتخذتها الحكومة المصرية تجذب دلوقتي استثمارات جديدة وجيل جديد من المستثمرين.